تعرضت إحدى شاحنات الإغاثة المحملة بالمعونات الغذائية إلى أحياء حمص القديمة لرصاص مسلحين، وسقطت قذائف الهاون من الجهة التي يسيطر عليها المسلحون باتجاه خط دخول شاحنات الإغاثة، ما أدى إلى وقوع إصابتين لعناصر الهلال الأحمر السوري. وكما اتهم محافظ حمص طلال البرازي المجموعات المسلحة بخرق الهدنة في المدينة بإطلاق القذائف على مبنى الشرطة، وبدأت عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى حمص القديمة لليوم الثاني، وتزامنت مع إخراج المدنيين من حمص القديمة. وذكر محافظ حمص أنه جرت تهيئة بعض المعابر والطرق لإدخال المساعدات. وبالنسبة إلى المسلحين، فأوضح محافظ حمص أن من ينطبق عليه من المسلحين شروط تسوية أوضاعه سيستفيد منها، وترتكز عمليات الإغاثة في حمص على اتفاق بين الأمم المتحدة والسلطات السورية.